برعاية معالي الشيخ نهيان بن بارك آل نهيان انعقد المؤتمر والمعرض الأول للإبداع والابتكار تحت شعار بصمة مبتكر بجامعة الإمارات في الرابع من ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة من الطلاب والطالبات. نعم مشاهدينا، المؤتمر الذي استمر لمدة يومين ركز على أهمية احتواء المبتكرين والمبدعين وخلق بيئة مناسبة لاحتواء ابتكاراتهم واختراعاتهم أيضا. مشاهدينا، فيصل بارود كان متواجدا في الحدث وأتانا بهذا التقرير. كثيرون هم أصحاب الابتكار والإبداع، لكن قلة منهم من تستطيع أن تترجم إبداعاتها في خدمة مجتمعها ووطنها. تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقد المؤتمر والمعرض الأول للإبداع والابتكار مركزا على أهمية التعامل مع المبتكر والمبدع بطريقة علمية تسهم في تطوير مهاراته. أولا يعني أنا أشكر الحقيقة طلابنا وطالباتنا اللي مساهمين في هذا المعرض وفي هذا المؤتمر، وأشكر أيضا الجهات الداعمة والجهات المشاركة. الحمد لله أن نحن مفهوم الإبداع والابتكار بدأ يترسخ في بنيتنا الفكرية وفي مناهجنا التعليمية، وأصبحت الشخصية الإماراتية شخصية يعني دائما تتطلع إلى الشيء الجديد. تكاملا مع هذا الحدث الكبير الأول، مؤتمر للإبداع والابتكار في جامعة الإمارات، وجودنا هنا كالحملة الخليجية الأولى لصناعة رواد الاختراع أو مخترعو الخليج 2012، هي حملة مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة واتحاد دولي للمخترعين، حملة مهمتها تخريج وتأسيس 10,000 شاب وشابة من سكان الخليج ليكونوا مخترعين محترفين. جاءت فكرة المعرض التي طرحها مدير المشاريع الطلابية محمد شامس النعيمي لتساعد المبتكر أو صاحب الاختراع على تجاوز الخطوة الأولى في عالم الاختراعات. طبعا اليوم شرف لي أني أكون إحدى العارضين في المعرض والمؤتمر الأول للإبداع والابتكار اللي تحتضنه جامعة الإمارات بجهازي ومشروعي اللي هو سلة النفايات الذكية أو The Smart Bin. شعار الجهاز أن نفاياتك مسؤوليتك، بحيث أنه خلاص ما في بيت تطلع منه نفايات، النفايات اللي يتم استهلاكها في البيت تدخل داخل هذا الجهاز، يتم معالجتها أو تطلع كمنتج تقدر تستخدمه الأسرة مرة ثانية. الفكرة هي تحويل مصانع إعادة التدوير الكبيرة إلى جهاز صغير وإلى قطعة صغيرة نقدر نحطها في البيت ونستخدمها بشكل يومي كالثلاجة كالغسالة كهذه الأمور كلها. شهد المؤتمر مشاركة واسعة من المخترعين والمبتكرين، إلا أن طالبات جامعة الإمارات كان لهن الدور الأبرز سواء بعرض اختراعاتهن أو بتنظيم حدث كبير بهذا الحجم. فكرته بشكل عام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية عن طريق تركيزها بمركز شمسي خاص إلى أنبوب معين أو بايب معين، بنمرر فيه ليكويد خاص سائل عضوي. هالليكويد لما بيحتار اوكي بنمرر الى تانك معين، ومن ثم من خلال التانك هذا نولد كهرباء باستخدام بتحويل الطاقه الحراريه الموجوده داخل السائل الى كهرباء، ومن ثم الليكويد او السائل المعين هذا بنرجع الى الستورج تانك او التانك المخصص للستورج عن طريق سمول بامب. مع تطور التعليم في دوله الامارات تزداد باضطراد اعداد الموهوبين والمبتكرين ليكون بيئة خصبة ومناسبة لكل موهوب ومبتكر، وتجد المرأة الإماراتية نفسها تقارع الكبار في شتى المجالات وتعتلي منصات التتويج متسلحة بحب الوطن وطموح لا يعرف الحدود. المؤتمر والمعرض الأول للإبداع والابتكار بصمة مبتكر كان ناجحا بكل المقاييس، ولعله جسر عبور لهؤلاء الطالبات إلى سوق العمل، وخير شاهد على كفاءة بنت الإمارات في خدمة وطنها في شتى المجالات. فيصل بارود لدبي هذا الصباح. إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا اليوم في دبي هذا الصباح أن نستضيف ضيفتينا بدرية المنهالي ورايا بارود ليحدثان لنا أكثر عن هذه التجربة. صباح الخير لكما وأهلا وسهلا بوجودكم ويانا اليوم. أهلا وسهلا. بداية سؤالي لك بدرية، كيف بدأت هذه الفكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أرفع سمايات التهاني التبريكات بمناسبة اليوم الوطني إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ولا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ولا سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، ولا جميع حكام وشيوخ الإمارات ولا شعب سكان دولة الإمارات الغالية
داعين من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دولتنا الغالية. آمين يا رب. وانتهز الفرصة وتقدم بالشكر والتقدير إلى الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات على رعايته الكريمة للمؤتمر والمعرض الأول للإبداع والابتكار. وأيضا الشكر موصول إلى إدارة جامعة الإمارات على رأسهم الدكتور علي راشد النعيمي مدير الجامعة، والشكر إلى عمادة شؤون الطلبة وخص بالذكر الدكتور عبد الرحمن النقبي عميد شؤون الطلبة، والأستاذ محمد شامس النعيمي مدير قسم المشاريع الطلابية المشرف العام للمؤتمر والمعرض الأول للإبداع والابتكار. أشكرهم كل الشكر والتقدير لهم على هذه الفرصة القيمة اللي أعطوها لنا نحن الطلاب، حيث أن مؤتمر ومعرض الابتكار كان تجمع رفيع لقادة الابتكار، تجمع لقادة الابتكار والإبداع من طلاب جامعة الإمارات. في الحقيقة الفكرة جتنا الفكرة من قبل إدارة الجامعة من الأستاذ محمد النعيمي، فكان تكليف وتشريف لنا أن نتولى مهام الإعداد والتنسيق لهذا المؤتمر بجانب إدارة الجامعة. نعم. فالفكرة جتنا من الإدارة ونحن قمنا بالإعداد والتنسيق معهم. جميل جدا. رايا، كيف كان تفاعل الطلاب والطالبات عند يعني دعوتكم للمشاركة بالمؤتمر، وكيف كان حجم المشاركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مو أني أنا كنت من اللجنة، لجنة التصاميم، فنحن قمنا بإعداد والإشراف على التصاميم اللي نشرناها تقريبا على الفيسبوك والتويتر، وكذلك بديتوا بنشرها على التويتر والفيسبوك تقريبا قبل المؤتمر بأسبوعين. نعم. بدينا ننشرها، وكذلك استخدمنا البلاك بيري اللي هو بالمسنجر ونشرنا. الصراحة كان الحمد لله يعني إقبال كبير بالبداية أنهم يستفسرون، وما أننا نحن أرسلنا معها شروط المسابقة وكيف بتكون المسابقة، الحمد لله لاقينا إقبال، وكذلك يعني من برا الجامعة بعد يعني أنا كنت بس في ناس حبت تشارك من برا الجامعة. يعني هالمشاركة كانت بس يعني من الجامعة أو من خارج الجامعة أيضا؟ كان مقتصر من داخل ومن خارج. لا، هو كان مقتصر على الطالبات والطلاب من داخل الجامعة. إن شاء الله إذا تكرر، إن شاء الله يتكرر يعني يكون في من برا الجامعة إن شاء الله. أكيد كان في الكثير من التحديات اللي واجهتوها كذلك، خبرونا شوي عن هذه التحديات. يعني جميل ايضا ان احنا يعني هاي خبره بالنسبه لنا، وجميل ايضا ان الغير ايضا يستفاد من هاي التجربه، فخبرونا عن ابرز التحديات اللي واجهتكم وكيف قدرتوا فعلا انكم تتخطونها. بالنسبه نحن كطلاب في الجامعه، نعم، كانت التحديات بالنسبه لنا ان كيف ممكن ندير او كيف ممكن ندير وقتنا وجهدنا بين الاعداد لهذا المؤتمر والتنسيق له، نعم، بجانب الى مهامنا الصفيه من حضور المحاضرات، الامتحانات، تسليم المشاريع، خاصة أن الإعداد للمؤتمر كان في وقت ضيق يعني تقريبا قبل المؤتمر بشهر، وبعد في نفس الوقت صادف امتحانات نصف السنة لنا. نعم. يعني كل أيام فكان هي كان الجهد والضغط وايد كبير علينا. نعم. فكانت مشكلتنا كيف أنه ممكن نحن نقسم الوقت. نعم. والمشكلة الثانية اللي صادفتنا نحن أز جروب يعني شغلنا أز التيم، كانت في مشكلة تواجهنا ان كيف ممكن نحن نجتمع في نفس الوقت عشان نخلص كل المهام. نعم. عندكم وقت محدد ولازم لازم نسلم التاسك يعني في الوقت المحدد. نعم. فعلى طول ان بنات وشباب، واسهل طريقة لنا على البلاك بيري مسوينا جروب، مسمينه جروب مؤتمر الابتكار. نعم. كنا نتواصل من خلاله، كنا نسهر ليالي الصراحة علشان نسلم التاسك المطلوب في الوقت المحدد. فكان أغلب الشغل بالسوشيال ميديا وطبعا بجانب شبكة الإنترنت. نعم. من التحديات بعد اللي واجهتنا نحن كطلاب، وأول مرة لنا أن ممكن ندخل في إعداد وتنسيق هالمؤتمر الرائع الكبير. نعم. طبعا بجانبنا إدارة الجامعة، ولكن كان التركيز على أن بما أن المؤتمر محوره الأساسي وهدفه الطلاب، كان تركيزهم أن الطلاب هم اللي يشاركون في إعداد وتنسيق هالمؤتمر. جميل. فكان تحدي كبير بالنسبة لنا، الحمد لله مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة عاتقكم. نعم. صح. بس الحمد لله طبعا توجيهات عندنا وإرشادات من إدارة الجامعة، بعد كان هم جانبينا في الإعداد، تعلمنا أشياء كثيرة الحمد لله تخطيناها، بعد التعب حصلنا النجاح الحمد لله. جميل. بالنسبة لك رأيك شو التحديات والصعوبات اللي واجهتيها؟
الصراحة أنا كنت أشوف أن لجنة التصميم ممكن يكون هذا شيء سهل، أن التصاميم بتكون جاهز، يعني أن خلاص اتفقنا على تصميم واحد وبيبدأ التصميم على طول. بس صراحة أنا شفت أن هذا شيء صعب، أن مثلا نتفق كلنا نجتمع نتفق على التصميم، أول شيء اتفقنا على التصميم واختلف نعم. الآراء فنضطر بنغير عشان نتفق على رأي واحد صحيح. بس الحمد لله يعني أن هاي كانت صعوبة والحمد لله يعني تخطيناها الحمد لله. كم كان عدد الجروب اللي عندكم أو المجموعة اللي عندكم أنتم؟ كم شخص يعني؟ 25 مشارك. 25 مشارك. إيه كنا تقريبا. وبالنسبة لكم أنتم يعني كأفراد إدارية كم وحدة؟ كانت عندنا نحن 3 لجان اللي هي لجنة اللجنة الإعلامية من ضمنها لجنة قسم العلاقات العامة واللجنة الثانية هي اللي لجنة التصاميم ومن ضمنها لجنة قسم المطبوعات واللجنة الأخيرة اللي هي لجنة التنظيم. أيضا لفت نظري خالد العنوان بصمة مبتكر، يعني بصمة مبتكر بحد ذاته إن مثل كأنكم تبون توصلون هذه الرسالة للشباب والشابات إنه أنتوا صحيح يمكن صغار في السن أو ما عندكم هذه الخبرة ولكن تركتوا بصمة كذلك في عالم الابتكار. خبرونا شوي عن هذا الشعار بصمة مبتكر وكذلك شو حبيتوا توصلون من خلال معرض الإبداع والابتكار في دورة هذه. نحن حبينا نوصل أن يعني أنتم كطلاب أن مثلا إذا مو بقادرين توصلون صوتكم أو ابتكاراتكم أو إبداعاتكم للناس أن في مكان هني يقدر يخدم لكم هذا الشيء أنه ممكن صوتكم يوصل فكرتكم توصل للناس هذا الباب لهذا العالم هذا يعني كنا نعتبره كباب أنهم يطلعون فيه على الدنيا بابتكاراتهم وإبداعاتهم. جميل. أضيف على كلام رايا، نحن جامعة الإمارات ولله الحمد طبعاً هي جامعة الإمارات فيها طلاب على من جميع الإمارات السبع، فعندنا روح الشباب، عندنا روح الإبداع، روح الابتكار والاختراع، ولكن ما في المجال أو ما انفتح المجال أو الساحة اللي ممكن الطالب يظهر هالإبداع وهالابتكار والاختراعات. فالحمد لله يعني الفكرة جت من قبل إدارة الجامعة خدمتنا، يعني أنا كطالبة استفدت وايد من هالمؤتمر، خاصة إن مد جسر التواصل بين مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي. احنا في هالمؤتمر في هالمعرض اروينا المجتمع الخارجي شو ممكن يقدر يسوي طالب الجامعه وخاصه صحيح. طالب جامعه الامارات اراويناهم ابداعاتنا مواهبنا اختراعاتنا ابتكاراتنا يعني الحمد لله كانت الابتكارات جدا رائعه. تقريبا كان عندنا او بالعدد يعني كان عندنا 31 ابتكار انعرض في المعرض. جميل. ايضا يعني بدري هل هناك مشاريع او انشطه طلابيه يعني في المستقبل ان شاء الله بيسوونها للطلبه والطالبات ان شاء الله في جامعه الامارات؟ حاليا قاعدين ننشئ مبادره طلابيه وطنيه تحت عنوان البيت متوحد بمشاركه انا وزميلاتي خوله النعيمي وخلود الصوافي وساره سالم. ما ادري اذا في وقت تبوني اتكلم عن المبادره. يا ريت يا ريت. بيت متوحد. البيت متوحد نعم. هي مبادره نبعث طبعا من حب الطالبات وحب الشباب لوطنهم وحب خدمه الوطن في سبيل تطوره وتقدمه. نعم. الفكره مسمى المبادره طبعا مقتبس من مقوله الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي البيت متوحد. نحن كطلاب أو كطالبات ينا ندعم ونأكد مقولة الشيخ محمد بن زايد ولكن بالوسيلة اللي تناسبنا نحن كطالبات. نعم. فنحن بما أن نحن الشباب روح المجتمع وأساس بناء الوطن إيماناً منا بأن بناء هذه الدولة يعتمد علينا وتقع المسؤولية على عاتقنا. فنحن إن شاء الله بهالمبادرة راح نحاول أو راح نشارك إن شاء الله في مسيرة تطوير وتقدم دولة الإمارات. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. أيضاً اليوم يعني كذلك رايا الكثير من الأفكار اللي كانت موجودة اليوم على طاولة هذا المعرض. شو الأشياء اللي لفتت نظركم أكثر شيء؟ لفتت نظري أشياء وايد. أول شيء اللي هو ابتكار مروة. نعم. صراحة حبيت الفكرة أن نسوي إعادة تصنيع الشيء مثلا إذا نحن حطينا ورقة مثلا اللي خلاص ما نريدها
زين وبيكون في هالجهاز انه يطلع لنا شيء نحب نستفيد منه ما شاء الله كمثلا تيشو وصحن المهم يعني شيء نستفيد منه كإعادة تصنيع للشيء جميل يعني جميل نحن تخلصنا من شيء بس حصلنا لشيء منه بيئيا كذلك شيء بيئي يعني حلو نعم. الله يعينكم ان شاء الله وتناكم التوفيق ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا لك بدرية المنهالي ورايا بارود على جهودكم كذلك وكذلك نتمنى نشوفكم في حلقات قادمة بمعارض جديدة ان شاء الله ومبتكرة شكرا جزيلا لكم ان شاء الله